السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي، وعشركم مباركة ونكون أخرى وعشر دازو. اليوم غنشارك معكم هذه التورطة، هذه كتجي رائعة خفيفة زوينة اقتصادية بزاف ماشي غشوية، ومن فوق هذا الشيء كله بلا فورص بلا دقيق أبيض، بلا دقيق ابيض ما فيهاش الدقيق الابيض تماما كاع بتاتا. يلا ما غاديش نشوقكم ما نطولش عليكم، نخليكم الطريقه والمكونات. في المكونات عندي جوج بيضات، عندي 80 ملي غرام ديال مليليتر عفوا ديال الزيت، عندي 80 ديال السنيده، ممكن ديروا 100 ديال السنيده الا بغيتوها تجيكم مقاده في الحلاوه ديالها، انا ما تنبغوش الحلاوه بزاف. السكر هنايا ديال السنيده 100، هذا الباربا بيت ولا بيانكول بالنسبه للاخوات اللي هنا، الشمندر الابيض هذا السكر ديالو حتى هو صحي زوين. وعندي هنايا 200 ديال الفينو ماشي الفورس، كل كاس فيه 100 غرام ديال الدقيق ديال الفينو. وعندي واحد الخماره ديال 17 غرام ها هي بيو، وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الخل، خل التفاح اللي غادي ندير انايا هنايا، كتعطيها الهشاشه وكتبقى لبقات مده طويله ما كتخسرش لكم الكيكه، كيحافظ عليها الخل. وغادي نحتاج لواحد المعلقه ديال نيدو، الا عندكم الحليب ما عندكمش نيدو غتعوضوه بالحليب السائل، ديروا الحليب السائل، ما عندكمش غادي ديروا واحد المعلقه كبيره ديال هذا، غديروها هنا في الكاس وغتزيدوا عليها الماء، غتعمروا الكاس بالماء، يعني تقريبا واحد مليليتر 100 ml ديال الماء وغديروا فيها معلقه كبيره. انا غادي نوري لكم دابا كلشي، يلا خليكم معايا وفرجتكم ممتعه. هنا كيف ما قلت لكم غادي ناخذ هذا الحليب غبره هكا بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ هذه المعلقه وغادي نوضعها في هذا الكاس وغادي نعمره بالماء، ماء بارد عادي. بهذا الشكل هذا عمرته، غادي نخلط دابا كلشي اوكي صافي، غنخلط نخليه هنايا جنب. نتوما ممكن تعوضوه بكاس ديال الحليب، الا بغيتو ديرو تا كاس ديال الحليب ديروه ماشي مشكل اوكي فوالا. صافي دابا غنبداو على بركه الله، غناخذ البيض هو الاول، يكون بحراره المطبخ يكون احسن. اوكي جوج بيضات، وغادي نضيف لهم دابا السنيده ولا السكر الابيض هكا، وغادي نطربهم مزيان بمسحه يديه اوكي، غنطربهم حتى تيولي عندي الخليط بيض. شفتوا معايا الخليط كيصبح هكا تيولي بيض، ما تيبقاش اللون ديال البيض صفر. وغنبدا نضيف دابا الزيت شويه بشويه، ما غنضيفوش دفعه واحده، غنضيف بشويه بشويه حتى يتخلط ليا مزيان بحال الشكل بحال بغيت ندير المايونيز، غنبقى نضيف غير بشويه وكنحرك. هنا دابا غنضيف الكاس ديال الحليب هو، وغادي نضيف معلقه ديال الخل، معلقه صغيره تكونش كبيره الخل كيجي طرطة رائع. صافي وغادي نطرب دابا كلشي مزيان. دابا غادي نضيف الطحين، غنضيف الكاس الاول وغادي نضيف معاه الخماره ديال الحلويات ديال 17 غرام كلها، وغنخلط. دابا غادي نضيف الكاس الثاني، هنا صافي غنوري لكم دابا القوام ديالها، هانتوما شوفوا معايا شتو كدير القوام ديالها خفيف. مهم المكونات هي هادي،
هما هادو. دابا غادي نمسح هاد الجناب ديالي وغادي نجيب المول غندهنو بالزبده وغادي نخويها فيه ان شاء الله. هنا كيف ما غتشوفوا معايا شديت غا الزبده ها هي هنا وغادي ندهن دابا هاد المول كله مزيان وندور عليه كاع الزبده بهاد الشكل هذا. اوكي هنا من بعد ما دهنتو غناخذ واحد المعلقه ديال الدقيق ديال الفينو وغادي نرشها كلها على هذا المول وندورها هكا بهاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غنخوي هاد الدقيق اللي شايط نحيدو صافي المول ها هو. وفي هاد الحاله دابا تناخذ هاد الخليط ديالي ها هو كيف ما شفتوه وغادي نخويه باش نخليه بعيد هكا ونخوي باش يخرج منه الهواء. خليه الفوق ونبدا نخوي هكا والفران رانا مشعلاه ملي بديت كنخدم وانا مشعل الفران درتو على درجه حراره 175 خليته ناقص. غادي نخوي دابا كلشي هاد السوبيره غادي نمسح كاع هادشي اللي فيها بواحد لاسباتيل نديرو هنايا صافي. دابا غادي ندخلها الفرن نضاعف هاد المول هذا هكا صافي غادي ندخلها. اوكي تلقى من بعد الشورطه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران ها هي وخليتها تبردات بالحق كيف ما كتشوفوا معايا هنا. هنا كنحط غير واحد شويه ديال الكونفيتير هذا عندي ديال البرقوق كنت صايبته في الدار هنايا وعندي هنايا شويه ديال الكوك. دابا صافي غادي نقلب هاد التورته هادي نحط ابردات كيف ما قلت لكم خليتها مزيان تبردات. هزات لي 30 دقيقه في الفرن ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. بغيت تخليوها على هاد الوجه خليوها بغيتو تقلبوها قلبوها اللي بغيتو نتوما. اوكي انا غنخليها على هاد الوجه هذا داكوغ عجبني هذا بصراحه حتى الاخر زوين. المهم غنشد دابا الكونفيتير وغادي ندهنها كلها هكا اي كونفيتير متوفر عندكم نتوما انا هذا هو اللي متوفر عندي دابا غادي نحاول ندهنها كلها مزيان. هنا صافي من بعد ما دهنتها كلها مزيان بسميتو بالكونفيتير ودابا غادي نرشها مزيان عاوتاني بالكوك. هاد الكوك راه كنت طحنتها في الدار ديال الدار راه طري زوين خارجه منه واحد الرائحه رائعه صافي. غادي نستمر هكا حتى غادي نرشها كلها بالكوك. ديروا نتوما اللوز مهرمش القرقاع اللي بغيتو نتوما كيكون دائما الاختيار ديالكم كل واحد كيدير اللي بغاه. انا هي هذا اللي بغيت ندير دابا كاين القرقاع كاين اللوز كاين الفستق او البيستاش الكاوكاو ولكن بغيت هذا جاتني على الكوك. اوكي هنا دابا بقى لينا الا غنقطعوها باش غنوريها لكم من الداخل ديالها كيفاش دايره. شوفوا بعدا راه شيشه راه كتمشي غير بوحدها ها انتم السكين كيدخل فيها بوحديته شوف شفتوها هاي راه كتجي رائعه بزاف ماشي غير شويه كتجي هشيشه شفتوها هاي هشيشه كتدوب في الفم. نقطعها معكم شتو السكين تيدخل فيها بسهوله كتجي رطبه بزاف ماشي غير شويه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم تجربوها في البيوت ديالكم وشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد. لاول مره كتزور القناه ديالي ما تنساش تبارطاجي مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالها باش فائده تعم الجميع. والى فيديو قادم ان شاء الله. نسوا جميعكم فيديو مع السلامه.